مشاهدينا الساعه دلوقتي 8، معادنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا. تفضلي لميا. شكرا لك منى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الشعب المصري على تحمل الظروف الراهنة وسط الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله. وأكد الرئيس السيسي أن أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية تمثلت في دعم الأشقاء. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الغربية، وعلى رأسها أكبر مصنع لإنتاج الغزل، إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية والتي ستخدم قطاع الغزل والنسيج. وأعلن مدبولي أن تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم مخصص للإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة في مختلف أفرع الشركة على مستوى الجمهورية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألف حالة وفاة بحسب آخر تعداد رسمي. وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال المدمر أودى بحياة قرابة 32 ألف شخص في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات السورية أكثر من 5000 حالة وفاة ناجمة عن الزلزال. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية أن ما لا يقل عن 41 ألف مبنى في 10 ولايات تعرض للدمار الكامل أو الجزئي، وذلك جراء الزلزال. وشددت على ضرورة إزالة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط. يجتمع اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلنطي الناتو. وأوضح مصدر داخل حلف الناتو أن الاجتماع المقرر عقده ليومين سيبحث قرارات الإمدادات العسكرية المزمع إرسالها لأوكرانيا، فضلا عن اعتماد رؤية الحلف في الفترة المقبلة. كما يستعرض الاجتماع الخطوات التمهيدية لانضمام فنلندا والسويد للناتو. أعلنت أوكرانيا أن الوضع معقد شمال مدينة بخموت مركز المعارك مع القوات الروسية شرق البلاد. وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن بخموت تتعرض لقصف وهجمات مكثفة روسية، وباتت القوات الروسية تسيطر على 3 من قنوات الإمداد الأربعة الأوكرانية باتجاه بخموت. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشكيل فريق استخباراتي لجمع معلومات وافية والتحري حول الأجسام الطائرة المجهولة والتي تم إسقاطها مؤخرا في الأجواء الأمريكية. وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس بايدن أصدر تعليماته إلى الاستخبارات بإلقاء نظرة واسعة على ظاهرة الأجسام الجوية المجهولة، وأمر بتشكيل فريق لدراسة تلك الأجسام. مشاهدينا، انتهى موجز 8، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.